الأخبار من الحدث. الحدث: تبحث مع اقتصاديين أسباب الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة. لبنان بين الفساد والاقتصاد الموازي. رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان يتهم حزب الله بانهيار اقتصاد لبنان، ورئيس الحكومة الحالي يتنصل. الحدث: تحاور الممثل اللبناني ميشيل أبو سليمان الذي نشر فيديو له وهو يأكل من القمامة. لأنه إذا ما نزلنا على الثورة وأخذنا بحقوقنا بعد 6-7 أشهر 8 أشهر كلنا رح ناكل من الزبالة. أهلا بكم. نخصص هذه الساعة للبنانيين، لصرختهم ولوعتهم، لمن وصلوا عام 2020 ليترحموا على وضعهم رغم كل مآسي الحرب. يقولون: لم نجع في الحرب كما نجوع في زمن السلم المفترض. هذه صرخات رصدتها كاميرا الحدث في شوارع لبنان. نخصص هذه الساعة للشعب اللبناني الذي وجد بين ليلة وأخرى شقاء عمر يضيع منه في فرق عملة. عملة تدهورت وفقدت أكثر من 80% من قيمتها، والدولار يقارب 8000 ليرة بعد أن كان يوازي 1500 ليرة. انعكس ذلك على سيدة ورجل عاملين انتظرا كل حياتهما ليتقاعدا ويؤمنا آخر أيامهما في دولة لا تؤمن شيخوختهم ولا مستقبل أولادهما بعد أن سرقت الأحداث ماضيا وأسرت الحاضر وقضت على المستقبل المنظور. وعندما رفع المتظاهرون عاليا مطالبهم بحقوق مدنية توثقها مواثيق دولية كحق العيش وقانون الشيخوخة وحق التعليم والضمان الصحي والاجتماعي، ردت الطبقة الحاكمة وعلى رأسها حزب الله متهمة إياهم بالتآمر مع السفارات ضدهم. في هذه الساعة شعب انتفض من أجل حقوقه وماضيه المنهوب، كما رفع المتظاهرون الشعارات في 17 تشرين، ولكن في أواخر يونيو وجدوا ما هو أخطر: حاضر مأسور ومستقبل مفقود. هي صرخات تجدها في لافتات شوارع لبنان وعلى وسائل التواصل تدعو لإسقاط المنظومة الحاكمة. تستمع اليوم وتشاهد مآسي لأب لا يمتلك ثمن علبة حليب لابنه، ولعائلة تنام من دون عشاء وأكثر. ثلاجات فارغة من الطعام وثقتها وكالة الأنباء الفرنسية في مجموعة صور سنبدأ منها، وصرخات شعب وثقتها كاميرا الحدث في شوارع لبنان. 2 كيلو لحمة 85,000، عجل 87,000. لوين رايحين بعدنا؟ يعني أنا ما بحب أظهر من البيت مشان ما سم بدني بالأسعار وبالمشتريات. شو ها؟ كله غلا، يعني بودنا نصير بهالدولار 7-8 آلاف ليرة، بس حرام هالشعب عم بيموت. يعني اللي ما معه رصيد منين بده يجيب؟ المصروف أكثر من المدخول بهالأيام، مزبوط أو لا؟ طيب وين حنصير؟ وين بدنا نصير؟ عم بعملوا مظاهرات وعملوا كل شيء، بعضهم قاعدين ما عم حدا عم بيقوم، شو بنعمل يعني؟ ليهرونا بعد؟ عبالك بالنسبة للأسعار مرتفعة كثير وغلى جنون يعني، والعالم عم تموت فقر، لوين بدنا نوصل؟ بأي طريقة يعني؟ البنزين والمازوت والغاز والكاز وكل شيء، موادات غذائية غليت يعني، والفقير وين شو بده يصير؟ وقاعدين بلا أشغال ونسمع عشات، وبعدين لوين بدنا نوصل؟ كل ما بتيجي أصلا على السوبر ماركت بتنصدمي بالمشوار اللي قبل منه، بتقولي يا ريتك إني ما يصير لا أقدر إنه جي. وما منقول إلا الحمد لله وبنضلنا أحسن من غيرنا يعني، بس كتير أشياء بحياتنا كلها وقفناها، كلها وقفت يعني. موضوع بس تأمن أكل وشرب،
صرنا بنفوت على السوبر ماركت عن جد ما بقى يكفينا ابدا. صرتي بتطلعي على ستاندات بتقولي اوف، يعني بتتفاجئي بتنصدمي، بس في اشياء ما فيك ما تجيبيها، يعني انت في اشياء عن جد مضطره تجيبيها، وفي اشياء كنت تجيبيها ما بتفكري ابدا انه تجيبيها، يعني ما كنا نجيبها دائما اكيد لانه الوضع قبل هذه الازمه ما كان كثير منيح. من دبي ينضم إلينا الزميل عبادة اللدن، محرر الشؤون الاقتصادية في قناة العربية. أهلا بك أستاذ عبادة. يعني أولا نبدأ من معرفة الأسباب التي أدت إلى وصول الدولار أو إلى وصول الليرة إلى 8000 مقابل الدولار. مساء الخير. طبعا أولا هناك أسباب أساسية تتعلق بأي عملة يعني ينخفض سعرها قبل عملات أخرى، هي أسباب تتعلق بحجم مستوردات هذا البلد مقابل صادراته، وتتعلق بحجم التحويلات الواردة وحجم التحويلات الصادرة. فهذا يعني يتعلق بالطلب الأساسي. يعني في لبنان معروف أنه حجم الواردات أكبر بكثير من الصادرات، هناك عجز تجاري بحدود يعني في الظروف الحالية ربما في حدود 600 مليون إلى 700 مليون دولار شهريا، وهناك أيضا عجز في التحويلات، يعني التحويلات التي ترد إلى لبنان لم تعد تكفي لتعويض ولو جزء من هذا الرقم الكبير، يعني تضاءلت التحويلات الآتية من الخارج. فبالتالي هناك طلب أساسي حقيقي يعني يتراوح بين 300 إلى 600 مليون دولار يعني بحسب من شهر إلى آخر، هذا يرتب طلب حقيقي. ولكن هناك أيضا طلب يتعلق بعوامل نفسية وبعوامل حاجة الناس إلى حفظ القيمة، حفظ قيمة النقد الذي يحتفظون به، فبالتالي يهرع الموظف الذي يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية إلى تحويله إلى الدولار، وهذا يعني يخلق طلبا إضافيا، يصبح هناك تنافس ما بين المستوردين الذين يحتاجون إلى العملة الصعبة للاستيراد وما بين الناس الذين يريدون حفظ مدخراتهم. فلذلك نرى هذه يعني وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان تتسارع من شهر إلى آخر، لأنه يعني كلما ارتفع سعر الصرف يصبح هناك حافز أكبر للناس للهرب من الليرة اللبنانية، وبالتالي يعني يحدث هناك يعني مثل عامل دومينو إفكت يتسارع الارتفاع. أنا أعتقد أنه نحن في الظروف الحالية في الأيام القليلة الماضية نمر بنقطة تحول خطيرة، يعني وتيرة الارتفاع وكأنها تمر بنقطة تحول خطيرة. يعني خلال الشهر الماضي كان التضخم 56% في شهر مايو على أساس سنوي، وكان على أساس شهري 10%. إذا وصلنا إلى تضخم على أساس شهري بنسبة 50% نصبح في دورة أخرى مختلفة، هي دورة التضخم المتسارع أو الهايبر انفليشن، وهذه مسألة خطيرة نكون دخلنا في مرحلة أخرى من الصعب الرجوع منها. طيب ومن هنا عبادة، يعني كيف تحصل الدولة اللبنانية على الدولار؟ يعني أنت ذكرت الآن حتى التحويلات الخارجية للدولار قلت بشكل كبير، وأن هناك نقطة تحول خطيرة متوقعة في لبنان. الدولة اللبنانية الآن كيف تحصل على الدولار؟ أين هو؟ ولماذا لا يتوفر؟ يعني نحن نتحدث عن البنك المركزي. طبعا البنك المركزي يريد الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من احتياطاته، يعني لا يريد أن يبددها في تلبية طلب الناس، فلذلك يحاول تقنين استخدام هذه الاحتياطات قدر الإمكان، ينفق منها على تمويل استيراد السلع الأساسية، ويترك للسوق أن يوفر بعض العملة الصعبة لمستوردي الكماليات أو السلع الأقل يعني أولوية. وبالتالي يعني بطبيعة الحال هناك منطقة رمادية ما بين السلع الكمالية والسلع يعني الأساسية أو المهمة جدا، هذه ما نسميه السلة الاستهلاكية، يعني التي تم توافق على إيجاد آلية لتمويلها من خلال سوق الصرف. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه هذه السلة الاستهلاكية التي أوسع كما قلت من المواد الأساسية جدا، يعني أوسع من الطحين والبنزين والأدوية، يتم تمويلها بآلية غريبة جدا، ويعني تخلق الكثير من المشكلات. أنه مصرف لبنان أنشأ منصة، هذه المنصة مهمتها أن يعني تأتي بالدولارات أو تجمع الدولارات التي ترد إلى البلاد من المغتربين ومن التحويلات الخارجية، وتقوم بضخها في سوق الصرافين لصرافين وصرافون يوفرونها للمستوردين ليعودوا ويعيدوها إلى قطاع مصر. حقيقة أنه دورة غريبة، وربما وأنا أشرحها يعني
قد لا تكون من اليسر، فاهم علي، غير المشاهد اللبناني، لأنه فعلا هي آلية غريبة وهي آلية غير مستدامة. وأصبح هناك ضغط من الطبقة السياسية ومن الحكومة تحديدا على مصر في لبنان ليستخدم احتياطيا. طيب يعني عبادة، لو يعني توقيت. يعني هذا الصوت الذي يظهر معنا الآن، يعني كنت أريد أن أسألك عبادة عن موضوع يتعلق بالأسباب. يعني هل ما يحدث الآن ووصول الدولار إلى هذا الوضع والليرة اللبنانية إلى هذا الوضع، هل هي أسباب تراكمية من حكومات سابقة أم أنها سوء إدارة من الحكومة الحالية، حكومة حسن دياب؟ طبعا هناك أسباب متراكمة. نحن منذ العام 2011 دخلنا في دورة عجز في ميزان المدفوعات، وأخذ العجز يتراكم من عام لآخر، وتضاءلت قدرة مصر في لبنان على التدخل لحماية سعر الصرف الثابت. ولكن يعني في سنوات الثلاث الأخيرة حصل انفلاش هائل في نفاق الحكومة. هذا الانفلاش يعني يترجم إلى أنه مصر في لبنان يمول هذا الانفاق الحكومي المنفلت من أي ضوابط بالليرة اللبنانية، فبالتالي يعني أصبحت هناك كتلة نقدية هائلة بالليرة اللبنانية تحولت إلى طلب على الدولار. يعني كانت هناك زيادات رواتب قبل الانتخابات النيابية لأسباب سياسية معروفة، يعني زادوا رواتب الناس بنسبة تصل إلى 100%، فطارت الرواتب كلها. فكان حقيقة أنه كان قرار غير مسؤول بالمرة من كل الأطراف التي كانت تشارك في الحكومة آنذاك. وأيضا كانت يعني هناك عوامل أخرى تتعلق بالتوظيف، توظيف حكومي بشكل كبير، وهناك أسباب سياسية أساسية هي أنه الوضع السياسي في لبنان يعني بتشكيلة الحكومة، تشكيلة الحكومة لا يشجع على إذا يعني بعض القرارات الخاطئة السياسية. نعم، يعني بعض الإجراءات والقرارات الخاطئة في من خلال حكومة حسان دياب أدت يعني أو ساهمت في هذا التدهور. طيب إلى أين ممكن أن يصل هذا الانهيار الكامل لسعر الصرف، خصوصا وأنت تتحدث عن نقطة تحول خطيرة، وكيف يمكن الخروج منه؟ لا يمكن وقف نقطة التحول إلا بالتوصل بأسرع وقت ممكن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كل كلام آخر هو كلام مضيعة وقت. الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المشكلة فيه هي مشكلة سياسية. يعني رأينا مصر خلال أسابيع قليلة توصلت إلى تمويل طارئ ب2,800,000,000 دولار، والآن هناك قرار مرتقب ربما في ساعات قريبة بشأن 5 مليارات دولار. كانت الآلية سريعة خلال أسابيع انتهى الأمر. لبنان عقد 15 اجتماعا مع صندوق النقد الدولي ولم نرى أي بوادر اتفاق. والحقيقة ما يعيق هذا الاتفاق باعتقادي أنه صندوق النقد الدولي دخل في ثلاثة مسائل يعني هي من التابوهات، يعني أريد أن أذكرها سريعا. مسألة التوظيف في الدولة، وهي مسألة في أساس النظام السياسي. مسألة ضبط الحدود، وهي مسألة سياسية نعرف أنها تهم حزب الله جدا بعلاقته بالنظام السوري. والمسألة الثالثة التي سمعنا عنها بالأمس هي مسألة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. هناك طبعا آليات دولية وآلية معني فيها صندوق النقد الدولي. إذا طبقت هذه الآلية كما هي وفق المعايير الدولية ستؤثر على قدرة حزب الله على يعني نعم. إدخال ما هو نعم معروف. يعني للأسف عبادة يعني هذا الموضوع يطول الحديث فيه فيما يتعلق بشروط صندوق النقد الدولي ومدى استجابة لبنان لهذه الشروط. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دبي الزميل عبادة اللدن محرر الشؤون الاقتصادية في قناة العربية، شكرا لك. اختتم اللقاء الوطني الذي دعا إليها الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدة، وفي بداية الجلسة قال عون إن لبنان لامس أبواب الحرب الأهلية بشكل مقلق، موضحا أن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة يجب أن يكون إنذارا للتنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. من جهته قال رئيس الحكومة حسان دياب إن لبنان يمر بمرحلة مصيرية، وهي تحتاج إلى تضافر الجهود وتقديم مصلحة البلد كي نتمكن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية على حد تعبيره. وتساءل دياب كيف يمكن أن يكون لبنان بخير وهناك مواطن يجوع. اعتقدنا أن الانهيار يستثني أحدا فنحن مخطئون، أو الجوع والبطالة لهما لون طائفي أو سياسي فنحن واهمون، أو العنف في الشارع هو مجرد خيوط نحركها
ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، فنحن غافلون عن دروس الماضي القريب كما عن دروس المنطقة والجوار. ولكن علينا أن نكون يداً واحدة في مواجهة الفتنة وتحصين السلم الأهلي، كي لا ندخل في نفق لا خروج منه. هذا هو الخط الأحمر الحقيقي، والذي لن يكون هناك أي تساهل مع من يحاول تجاوزه. إن اللبنانيين لا يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة. بنظر اللبنانيين هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله وربما أسوأ. لا يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدولار؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ لن يدقق اللبنانيون في العبارات التي أدرجناها في خطاباتنا. لم يعد يهمهم ما نقول، يهمهم فقط ماذا سنفعل. وأنا أقر وأعترف ليس لكلامنا أي قيمة إذا لم نترجمه إلى أفعال تخفف عن اللبنانيين أعباء وأثقال يومياتهم. يريد اللبنانيون حمايتهم من الغلاء الفاحش وتأمين الكهرباء وحفظ الأمان والاستقرار. ودعا البيان الختامي للقاء بعبدة إلى وقف ما وصفها بالحملات التحريضية وإلى التصدي الاستباقي لها، معتبراً أن القانون يجرم الشتيمة والتحقير والمس برجال الدين. يدعو المجتمعون إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضية التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي الذي تحقق بفعل وعي المسؤولين عن مقدرات البلاد وجهود القوى العسكرية والأمنية وتصديهم استباقياً وميدانياً للإرهاب وخلاياه وفكره الإلغائي. ثانياً، إن حرية التعبير مصانة في مقدمة الدستور ومتنه على أن تمارس هذه الحرية بحدود القانون الذي يجرم الشتيمة والتحقير والمس بالكرامات والرموز الدينية وسائر الحريات الشخصية. كما دعا البيان الختامي إلى إيجاد حلول اقتصادية جذرية واعتماد خطة صندوق النقد الدولي في حال تمت الموافقة على الشروط التي وضعها. التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق في بحث توافقي من دون عقد ومن دون محرمات أقله حول المسائل الكيانية والوجودية التي تتعلق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا، ويندرج ضمن ذلك السبل الآيلة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية في ماليتنا العامة، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية. معنا من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله. أهلا بك أستاذ بشارة، مساء الخير. يعني أنت مقرب من الرئيس السابق ميشيل سليمان، ومعروف موقف الرئيس السابق ميشيل سليمان إزاء المشاركين في لقاء بعبدة اليوم. لماذا شارك إذن في هذا اللقاء؟ شارك على قاعدة قول الحقيقة أمام المسؤولين عن ما وصلنا إليه من تدهور. شارك بمواقفه الثابتة، لم يغير أي موقف. شارك بثوابته بأنعاته، تيقلن هون الصح وهون الغلط، وتيقلن أنه ما في إمكانية أنه يبلش حوار، يعني حوار سياسي. اليوم هذا أول حوار سياسي بينعمل قصر بعبدة على أيام الرئيس عون. تيقلن أنه ما بيقدر يبلش حوار سياسي قبل ما يستكمل يلي المقررات يلي تقررت بالحوار اللي قبله، يعني بالحوارات يلي عملها فخامة الرئيس ميشيل سليمان، لأنه في مصداقية لبنان تجاه الدول. شو هو الحوار؟ هو الحوار هو اجتماع لأقطاب البلاد، لكبار القوم
في البلاد ليشوفوا وضع بلدهم كيف بده يحسنوا. وقت اللي بيتفقوا على شيء وبيرجعوا بيمحوا بالمحاية وبيتفقوا على شيء تاني، عم يفقدوا مصداقيتهم تجاه الرأي العام اللبناني، يعني الشرائح اللبنانية كافة، وتجاه الرأي العام الغربي والرأي العام العربي والدول الصديقة يلي بتحب تساعد لبنان. الدول تتساعد لبنان بالقليل، بده يساعد حاله، بده يلتزم بيلي بيعمله. يعني وقت اللي بنرجع للي قاله الرئيس سليمان اليوم، يعني كان في ضرورة نرجع لما اتفق عليه سنة 2012 بمثل هيدا الشهر ب 11 حزيران 2012 على طاولة الحوار الوطني بقصر بعبدة بدعوة من الرئيس سليمان. اتفقوا على 17 بند سموهن اعلان بعبدة، من بيناتهم البند الاهم يلي هو البند 12 الذي يدعو الى تحييد لبنان عن صراعات المحاور. التزم الجميع بهيدي الوثيقة، وحزب الله كان من بيناتهم وما لبس ان تراجع لأنه قررت إيران الغوص في البلدان العربية والتدخل بالحرب السورية والحرب اليمنية وحرب العراق وبكل الدنيا إذا بدك، حيث يجب أن نكون سنكون. فإذا ما بنقدر اليوم نعمل حوار إلا ما نرجع نلتزم بالحوارات السابقة. حتى الرئيس سليمان لما أسس هيئة الحوار الوطني ببعبدة سنة 2008 وقت اللي انتخب رئيس للجمهورية، رجع بلش بالحوار من حيث انتهى حوار 2006 يلي كان عم ينعمل بفترة الفراغ الرئاسي عند رئيس مجلس النواب دولة الرئيس نبيه بري. وبهداك الحوار تقرر نزع السلاح الفلسطيني على الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا. اليوم بكلمته الرئيس سليمان رجع ذكر فيها انه الحوارات لازم تكون، يعني كل حوار يكون عم ينطلق من حيث انتهى الحوار يلي قبله. نعم. حتى يضل عندنا شيء من المصداقية. لهذه الأسباب وغيرها شارك الرئيس سليمان ليذكر المعنيين انه المشكلة الاقتصادية الكبرى اللي نحن فيها اليوم، الدولار ب 8000 واكثر واكثر بعد يصير، والمشكلة الكبرى هي بسبب السياسة الخاطئة، لأنه السياسة الخاطئة التي تمارس في إدارة البلاد هي التي توصل إلى تدني النمو وإلى انهيار اقتصادي يؤدي إلى تراجع. ومن يحدد هذه السياسة سيد شارك؟ حالة الجوع يلي يعني اليوم الرئيس ميشيل سليمان حمل مسؤولية هذا الانهيار لحزب الله، وهناك آراء أخرى ترى بأن هذا الانهيار هو انهيار تراكمي من حكومات سابقة وليس حزب الله فقط. لا، هلا هو حزب الله هو سبب الانهيار حكما، انما كمان يفترض ان تكون السلطات الدستوريه غير متبنيه مواقف حزب الله. يعني وقت اللي ايام الرئيس سليمان كان حزب الله مثل هلا، بس بالقليل كانت السلطه الدستوريه الاولى بالبلاد يعني رئاسه الجمهوريه غير موافقه على هذه السياسه، وكانت تعلن للدول الصديقه الغريبه والقريبه والبعيده والقريبه انه لبنان الرسمي غير موافق على سياسة حزب الله. يعني لما طلع سيد حسن نصر الله اتهم المملكة العربية السعودية بتفجير السفارة الإيرانية، طلع رئيس الدولة الرئيس ميشيل سليمان وقال لهم لا، انا ما عندي، انا رأس الدولة وانا ما عندي معلومات بتقول انه السعودية إلى خصة باتهام تفجير السفارة، بالعكس السعودية إلى أيادي بيضاء وإلى أيادي خيرة على لبنان. فإذا الكلام الرسمي اللبناني له تأثيره عند الدول الصديقة يلي مع الأسف اليوم عمليا شالت إيدها من الوقوف إلى جانب لبنان. لو كانت الدول الصديقة اليوم واقفة مثل ما لازم حد لبنان كان الوضع الاقتصادي أفضل، إنما ما فيها توقف حد لبنان إذا لبنان الرسمي ما وقف حد حاله، إذا ما وقف حد شعبه، إذا لبنان الرسمي متنصل من مسؤولياته الدستورية والتاريخية في التصدي إذا بدك لحزب الله ليقول له لا ما بيسوى تجرنا على محور الإيراني، ما بيسوى تجرنا على عداء المجتمع العربي، ما بيسوى تجرنا على عداء الدول الصديقة يلي بتهاجمها صبح وظهر وعشية. اجت السعودية عأيام الرئيس سليمان وقدمت هبة مالية كبيرة 4 مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني، خلصت ولاية الرئيس سليمان من هون، بلشوا الشبيب الطيب يهاجموا السعودية ويسبوا السعودية، تراجعت عن تقديم الهبة لتسليح الجيش اللبناني وكانت هبة غير مسبوقة. فإذا السياسة لها تأثير. اليوم وقت اللي بيكون رئيس الدولة عم يبني علاقات خارجية سليمة بتكون السياسة سليمة وتنتهي باقتصاد متعافي. كما ذكرت وضربت المثال بالرئيس ميشيل سليمان متناغمة مع سياسة
نعم، أنت ذكرت الآن مثال بالرئيس ميشيل سليمان في يعني البيانات الرسمية والموقف الرسمي للبنان. ما الذي يقف اليوم عائقا أمام الرئيس الحالي ميشيل عون لعدم تبني سياسة حزب الله أو أفكار حزب الله؟ بيقدر الرئيس عون بأي لحظة يطلع يقول أنا ما بوافق، إنما مع الأسف اليوم صار حزب الله عنده أكترية بالمجلس النيابي وأكترية بمجلس الوزراء، يعني ما بتتشكل حكومة إذا حزب الله ما كان هو مشارك بتشكيلها. يعني حكومة حسان دياب هي عمليا هو حكومة حزب الله، والمجلس النيابي اللي حزب الله صار عنده سطوة علاية بالأكترية النيابية صار ممر إلزامي لأسر بعبدة، فأي مروني طامح بالوصول إلى أسر بعبدة رئيسا للجمهورية بده يراضي حزب الله ويسير خواطر حزب الله حتى يقدر يعمل رئيس للجمهورية. العماد عون صار له 3 سنين وصل على الرئاسة، وطلع نائب من نواب حزب الله قال انه وصل ببندقية المقاومة. وطبعا العماد عون يعني عنده مرشحه لرئاسة الجمهورية الوزير السابق جبران باسيل، اكيد بهمهم يكون على افضل علاقة مع حزب الله حتى يقدر يوصل، لانه صار الحزب اليوم هو الممر الزامي لأسر بعبدة. تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة اللبنانية العام من كان الرئيس عون او غيره هو يلي عم وصلنا الى ما وصلنا اليه. انا بدعي من عندك انه يكون في جرأة بالتعاطي مع حزب الله، انه اذا هالسياسة اللي عم تمارسها السياسة اخذنا على المحور الايراني ربيحة للبنان عال فليكن، انما اذا كانت خسيرة وهي اكيد خسيرة لانه تطلعي بالنتيجة الاقتصادية وين صرنا، علينا مراجعة بشجاعة مثل ما قال الرئيس سليمان اليوم، فلنكن شجعان في 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 المراجعة حتى نشوف كيف فينا نوقف حتى تقدر الدول الصديقة والشقيقة توقف حدنا. شكرا جزيلا لك من بيروت، كنت معنا المحلل السياسي بشارة خير الله. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك. هذا وحاولت الحدث تناول الجانب الاقتصادي لهذا الاجتماع مع خبراء اقتصاديين، ولكنهم ربطوا الفساد وهيمنة حزب الله والتهريب بالأزمة الاقتصادية الحاصلة. بنى لبنان نموذجا اقتصاديا ريعيا بعد الحرب الأهلية اللبنانية وهو نموذج سيء، وفي هذا الوقت بنى حزب الله النموذج الاقتصادي الموازي له، غذاه من خلال إيرادات الدولة اللبنانية ومن خلال عنيت بها التهرب الضريبي والتهرب الجمركي، واليوم يقبض حزب الله يده على القطاع الصيرفة ويمتص الدولارات لصالح منتسبيه ولصالح النظام السوري. حزب الله كان عم بيثبت حلفائه يلي مارس الحكم وسيطروا على المرافق الاقتصادية ويعيثون فسادا، هن ساكتين عن سلاحه، هذا الشيء عطاه مشروعية وطنية، وهو طبعا كان ساكت عن الفساد يلي هن عم بيمارسوه. هذا الشيء وصلنا لبلد منهار، لسوق موازية انتعشت، وصارت الدولة عاجزة عن النهوض بالاقتصاد، وكمان صارت الدولة ضد كل ما هو شرعي ومع كل ما هو غير شرعي. سعر الدولار أخذ الاتجاه الصعود وحيضل عم بيطلع طالما ما في عنا حل جذري بنيوي لسعر الصرف، ولكن سرعة الصعود للدولار بتختلف حسب قديش في عنا ثقة بالبلد أو أمل أن يكون في إصلاحات بالبلد. طالما المواطن ما عم بيشوف هالإصلاحات وعم بيفقد الأمل، وطالما ما في ثقة، طالما الارتفاع سعر الدولار عم بيكون أسرع وأسرع، وطبيعي التدخلات الجيوسياسية والتدخلات حزب الله ممكن تسبب كمان هلع أكتر عند المواطن بتخلي الدولار الارتفاع أكثر وأكثر. تعرض أحد المتظاهرين أمام قصر العدل في بيروت للضرب من قبل أحد رجال الأمن ما أدى إلى فقدانه الوعي. هذا وعمت لبنان اليوم عدة تظاهرات في عدد من المناطق احتجاجا على الوضع المعيشي المتدني. نحن بقصر العدل في عدد كبير كمان راحوا يسكروا الطريق وضربوا على راسه لواء المدركة بالعصاية وأمل ضربوه على وجهه. ألو 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 واصلي على الطرمبة السيارة ما عملت شي، كنت واقفة على جنب. وقام دكاترة هون عم بيشوفوه، الصليب الأحمر دقينا 112 دقينا بعد ما حدا وصل.
هيدا نسرين عم بتعربش. من بيروت تنضم إلينا الإعلامية مي عبد الله. أهلا بك أستاذة مي. اليوم كان هناك إطلاق لمبادرة إعلاميون من أجل الحرية، واستمعنا إليك وأنت تلقين البيان، حذرت من المساس بجوهر ومعنى لبنان. ماذا تعني هذه الجملة في مقابل ما خرج اليوم في البيان الختامي للقاء بعبدة؟ نعم، لبنان بلد صغير وجد متزامنا مع الحرية أو مع مفهوم الحريات العامة، وهذا الأمر تكرس منذ أول دستور وضع في لبنان في العام 1926. لبنان هذا البلد الصغير عرف تاريخيا بأنه لطالما كان ملاذا آمنا لكل الناشطين والسياسيين والكتاب والشعراء الذين هجروا يعني رهاب سلطاتهم في بلادهم إلى هذا البلد الذي كان منبرا للحرية والرأي العام. اليوم موضوع الحريات ليس فقط الحرية الإعلامية بل أيضا الحريات العامة في لبنان بات مهددا ولا يشبه طبيعة هذه الأرض وطبيعة هذا الشعب الذي اعتاد على التعايش المشترك وعلى التنوع بكل أطياف ومفاصل البلاد. لبنان بلد لا يمكن أن يحكم بالطريقة البوليسية، لا يمكن أن يحكم بأسلوب البعث. بان الاحتلال السوري للبنان كانت هناك الأصوات تعلو وتعلو، وحتى بعد زوال وجود العسكري السوري من لبنان دفع لبنان أثمانا باهظة وأرواح كبيرة زهقت وقتلت واستشهد أعداد كبيرة جراء يعني انتهاك الحريات العامة في لبنان. اليوم كانت صرخة مبادرة إعلاميون من أجل الحرية، وكان مقصود إعلان هذا الاعتصام اليوم بالتزامن مع جلسة الحوار في قصر الرئاسة لإيصال الصوت إلى المسؤولين المجتمعين هناك بضرورة إرجاع لبنان إلى حضنه الحقيقي وإلى الحرية. والبيان الختامي حذر من الحملات التحريضية، ما أسمها الحملات التحريضية والشتيمة، وأن القانون يجرم الشتيمة وهذه الحملات التحريضية. هل هذا كان ردا عليكم أو على ما يقوم به الصحفيون خلال الفترة الماضية؟ في حال وقعت مخالفة للحرية وتعرض أي صحافي، في حال أقول هذا الأمر هو مناط بمحكمة المطبوعات وليس مناط بالمحاكم المدنية أو العسكرية التي هي المخولة اليوم للبت بمثل هذه القضايا، حتى هناك يعني توقيفات واعتقالات تعسفية بحق ناشطين لمجرد تعليق بسيط على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا من جهة. من جهة ثانية فإن هذا الأمر يعني لا يتعلق فقط بموضوع الشتيمة أو في حال أحد من الناشطين قام بهذا الدور، هو يتعلق بكل من انتقد أو عارض أي شخصية موجودة في هذه السلطة. هذا الأمر اليوم هو ليس مناط بالمحاكم العسكرية أو المدنية التي يعني باتت تتحكم بموضوع الحريات، وبات شغلها الشاغل اليوم كم الأفواه وإرجاع لبنان إلى عهود سابقة لطالما ناضل من أجلها. اليوم أو كما وصفتها محاكم التفتيش، منظمة مراسلون طيب. بلا حدود. نعم طيب، وهنا سيدة مي يعني وأنت تتحدثين عن هذه الملاحقات والاستدعاءات للصحفيين والإعلاميين والناشطين، ماذا يعني ما جاء في بيانكم بأن بعض الأجهزة الأمنية والقضائية أصبحت في حل من الضوابط التي تحكمها؟ نعم، لأن اليوم السلطة القائمة هي التي تسيطر على الحكومة، هي العهد، هي القضاء، هي الأجهزة الأمنية بكل مفاصلها من المخابرات وكل مفاصل قوى الأمن في لبنان أو العناصر الأمنية في لبنان. هي اليوم تراقب الصحفيين والناشطين وتحاسب على الكلمة في حال احتجت أو تريد أن تحاسب على خلاف الرأي لا يعجبها في هذه المرحلة. هناك
هناك عدد كبير من الصحفيين اعتقلوا أو هوجموا وخونوا واتهموا بالعمالة لإسرائيل ولمحاور إقليمية ودولية معينة حتى أثناء قيامهم بواجبهم الصحفي على الأرض، وهم معروفون بأنهم يعني شخصيات تعمل ضمن مؤسسات، حتى أن هناك مؤسسات هوجمت مكاتبها وهوجمت مؤسساتها وخونت وضربت واستعمل عنف غير مسبوق في لبنان. هذا الأمر صنف لبنان ووضعه في حالة انحدار تدريجي منذ العام 2015 وحتى اليوم. مراسلون بلا حدود ومؤسسة سكايز يعني أجرت في العام 2020 تصنيفا شمل 180 دولة، احتل لبنان تراجعا كبيرا فيها واحتل المرتبة 102 من بين 180 دولة حول العالم، وهذا أمر غير مسبوق في بلد عاشق للحرية وفي بلد مكرس للحرية. لا يمكن أن يقوم لبنان على يعني اضطهاد الصحفيين وسجنهم واعتقالهم وتركهم من دون محاكمة لفترة معينة، بل وتخوينهم وخلق الأساطير والتشويه السمعة التي تطال حتى بالشخص. يعني اليوم نشهد الكثير من الخطط والأمور التي تحاك ضد أشخاص تمسهم بالأمور الشخصية وبشرفهم وبأعراضهم، ليس فقط تطال رأي كان مخالف لرأي هذه السلطة أو لتوجهات هذه السلطة. وهذا الأمر يعني ينعكس خطرا ليس فقط على الحرية الإعلامية كما ذكرت، بل على مفهوم الحريات العامة في لبنان، هذا البلد الذي كرس حتى حرية المعتقد، حرية الدين، حرية الرأي، إلى جانب كل أنواع الحريات السابقة. نعم هناك للأسف يعني انتهى الوقت المخصص لهذا اللقاء. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. الإعلامية مي عبد الله، شكرا لك. الوضع اللبناني الاقتصادي مأزوم إذن، وخبراء اقتصاديون وسياسيون لا يفرقون الفساد عن الاقتصاد الموازي لحزب الله في سببية هذا الانهيار. وبين هذين يقف المواطن اللبناني على حافة الجوع. دعونا نتابع هذا العرض للزميل بديع يونس. الأنظار على لبنان وعلى وضع اللبنانيين المعيشي. تخيلوا مثلا أن تعملوا عمرا وتتقاعدوا ومعكم مبلغ من المال، وتستيقظ بين ليلة وأخرى وتفقد 85% من قيمة تعويضكم المالي. تخيلوا أن تكونوا ميسورين بعد تعب عمر وتستيقظوا معوزين، مالكم في المصارف، لا وجود لهذا المال إلا على شاشة الحواسيب، وقد أتى من قرر أن يأخذ نصفه والنصف الآخر راح ضحية انهيار العملة. تخيلوا أن من كان يحصل على راتب $1,000 شهريا بات بين ليلة وأخرى يساوي راتبه أقل من $200 أمريكي. تخيلوا مع كل ذلك ازدادت أسعار المواد الغذائية لتصل إلى ازدياد ب 72% بين أكتوبر 2019 ومايو 2020. تخيلوا أن لبنان بات نصف شعبه تحت معدل الفقر وعشرات آلاف اللبنانيين في البطالة. لنستمع لكل حال لبعض ما قاله مواطنون قبل أن نتابع. البلد دخل إلى مرحلة من الانهيار، لا ثقة فيكم، أنتوا أسباب الأزمة، كلكم يعني كلكم اليوم أمام رئاسة الجمهورية، بكرة أمام مجلس الوزراء واللي بعده أمام مجلس النواب، لنقول كل منظومة الفساد وكل هذه المؤسسات للنظام الطائفي سقطت وفاشلة، والمسؤولية الأساسية للناس لتستعيد مشروعيتها الشعبية. سلطة ساقطة فاسدة ما عملت شيء إلا خربت البلد. نحن عم نقول لهم كلكم يعني كلكم فاسدين، لا ثقة فيكم، بدنا نسقطكم، بدنا حكومة مستقلة نظيفة تجي تشيل هالبلد من هالخراب والتجويع والفقر اللي عملته فيه. وصلنا لمحل خلص لازم يبلشوا يعملوا إصلاحات، من دون إصلاحات ما فينا نعيش. نحن الدولار عندنا صار 6 مرات 4 مرات مما كان قبل على صرف سعر الليرة. الناس عم تنصرف من بيوتها. الفساد قد ما بدك فيه بلبنان. كل يوم عم نسجل اعتراض على اجتماع
ما بيقدم ولا بيأخر، جامع كل أركان المنظومة اللي نحن اليوم عم نقول لهم أنتوا بمطرح المهمة اللي تحطت بين إيديكم فشلتوا فيها، ما وصلتونا لولا حل، بالعكس الوضع عم يتدهور أكتر، وبفتكر هيدا المطرح ما بقى معبيينه مثل ما لازم. أما القصة وراء هذا الانهيار فترتبط بثنائية مترابطة ومتداخلة ولا يمكن الفصل بينها. هناك فساد مستشر يتهم اللبنانيون طبقة سياسية فيه، وهناك اقتصاد موازن يقف حزب الله وراءه. في ملف الفساد، لبنان في المرتبة 37 عالمياً كفساد مالي وإداري وفق تصنيفات عالمية، يضاف إليه الاقتصاد الموازي وما خلفته السياسات من مليارات الدولارات بحسب الأرقام. فبعد حرب يوليو 2006، ودعونا نضع هذا الرقم على جنب، هناك أيضا مرحلة 2007 و2008 خسر لبنان قرابة 4 مليارات دولار باعتصام بيروت واحتلال العاصمة في هاتين السنتين، والذي كان قاده حزب الله مع حليفه التيار العوني، وما تلاه من سياسة حزب الله لمعاداة العرب وضرب الاقتصاد السياحي، والذي كان يدخل إلى لبنان ما يقارب 7 مليارات دولار في هذه السنوات. أيضا هناك صفقات بواخر الكهرباء وهو نصف الدين العام، وزراء الطاقة كانوا تابعين للتيار العوني وهو حليف حزب الله، ووفق الأرقام كلفت هذه الصفقات لبنان ما يقارب 45 مليار دولار. يساهم أيضا اقتصاد الميليشيات اللبنانية في استنزاف احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة لتلبية احتياجاته، وكذلك تهريب المحروقات والقمح والمواد الأولية التي يدعمها مصرف لبنان بما يقارب 4 مليارات ونصف المليار دولار تم تهريبها إلى سوريا. وخلال هذه السنوات أيضا بنى حزب الله اقتصاد موازن، وكان يعتمد على التداول نقدا أي الكاش ماني عبر صرافين ومديري بنوك، يشترون العملة الصعبة من الأسواق ويحولونها إلى مؤسسات حزب الله المالية في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة للتهريب عبر المرفأ والمطار واللذين يسيطر عليهما حزب الله. من بيروت تنضم إلينا سوسن مهنا، الكتابة الصحفية في إندبندنت العربية. أهلا بك يا أستاذة سوسن. إذا يعني كان الزميل بديع يونس الآن يشرح ما يتعلق بالاقتصاد الموازي، أنت أيضا لديك تحقيق فيما يتعلق بهذا الاقتصاد الموازي، ويعني وصفت الموضوع بأن الأزمة السورية أيضا تمتص الدولار من لبنان. لنعرف منك المعلومات المتعلقة بهذا الاقتصاد وهذه الأزمة المتعلقة بسعر الصرف الليرة. مساء الخير. بداية علينا أن نعي يعني عدة تقارير صدرت من فورين بوليسي، من الاف بي، من مجموعة الأزمات الدولية، كلها تشير إلى أن لبنان تخطى، نصف الشعب اللبناني تخطى مستوى الفقر. هناك مليون عامل سوف يكون باطلين عن العمل، يتحولون نحو البطالة. إذن البطالة هي تساوي الفقر. الكثير من الباحثين ربطوا بين الأزمة اللبنانية والحرب السورية، يعني ارتفاع نسبة الفقر تزامنت مع الأزمة السورية. الاقتصاد بدأ بالانهيار، ليس وليد الساعة وليس وليد الانتفاضة وليس وليد جائحة كورونا، هو بدأ يتدهور تدريجا منذ العقوبات التي فرضت على سوريا. يعني إذا نحن قارنا الآن بين ما كان يحدث سابقا في سوريا بالنسبة لارتفاع سعر الدولار، يعني نرى هناك اقتصاد، أن الرئة الاقتصادية لسوريا كانت لبنان. لكن هذا من ناحية. من ناحية ثانية، منذ فرض قانون قيصر العقوبات على سوريا، لم نرى أن هناك أزمة أو أن هناك خلية لمواجهة هذا التداعيات هذا القانون. رأينا أن الحكومة والسلطات أداروا ظهرهم، إذا صح التعبير، أداروا ظهرهم لهذه العقوبات. هناك مسؤولون دوليون يحذرون البلد، من تداعيات القانون على 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 الوطن، ولكن لا أحد يعير هذا الشيء اهتمام. أريد أن أشير إلى أمر.
أن الدولة اللبنانية لم يخرج أحد منها حتى الآن وقال كيف سنواجه قانون قيصر. من خرج هو أمين عام حزب الله وقال وخير اللبنانيون بين سلاحه وبين الموت جوعا. هو أراد الاستغناء عن الدولار وقال لنبحث عن دول تتقاضى الليرة اللبنانية. طبعا من غير المعقول أن نجد دولة تتقاضى العملة اللبنانية. وأيضا اقترح التوجه شرقا. ماذا يعني التوجه شرقا؟ يعني التوجه نحو روسيا، الصين، إيران، وبطبيعة الحال سوريا، ولكن أو فنزويلا. ولكن هذه الدول منذ فرضت عليها العقوبات كيف استطاعت أن تواجه أزماتها المادية؟ ولا دولة حتى إذا افترضنا أن الدولة اللبنانية استغنت عن مساعدات الأمريكية أو استغنت عن الغرب وتوجهت نحو إيران، حتى إيران لا تقبل التعامل، لم تقبل التعامل بالبوليفار الفنزويلي وبالليرة السورية. هي قايدت النفط مقابل الذهب، وقايدت النفط في سوريا مقابل استثمارات على أراضيها، وهذا ما جاء على لسان أحد مسؤوليها وقال نحن نستثمر على الأراضي السورية. إذن حتى إيران لن تقبل بالعملة اللبنانية. لذا البلد بحاجة لبحث موضوع سلاح الحزب داخليا، لأن التحذيرات الدولية أصبحت شديدة، التشدد تجاه لبنان أصبح. طب وصول الليرة إلى 8000 أمام الدولار سوسن، دور حزب الله في ذلك، وأيضا مسألة التهريب من وإلى سوريا. نعم، رأينا منذ شهر تقريبا عندما ألقي القبض على نقيب الصرافين محمود المراد، وهو معروف أن مؤسسته في الغبيري، منطقة الغبيري الخاضعة لحزب الله. قيل حينها أن محمود المراد يعني رفعت الحصانة عنه كي ألقي القبض عنه. محمود المراد ماذا كان يفعل؟ أو الصرافون التابعون للحزب كانوا يشترون الدولار بسعر أغلى من السوق ويحافظون عليه، ومن ثم يحاولون بيعه بسعر يعني أغلى. إلى أن وصل، وعندما نراقب حركة ارتفاع سعر الدولار، الحركة ارتفاع سعر الدولار تبدأ دائما في شطورة، المنطقة القريبة من الحدود اللبنانية السورية. وأكثر من شاهد عيان قال أن هناك تجار سوريون يأتون ويطلبون الدولار. يعني أكثر من هذا، مصادر عسكرية كثيرة قالت أن المعابر غير شرعية يمر عبرها الحزب، يمرر عبرها عتاده وجنوده. إذن يستطيع أن يمرر الدولارات ويستطيع أن يمرر ما يشاء من لبنان وإلى سوريا. الأزمة السورية بالفعل يعني تصل. نعم. للأسف أستاذة سوسن يعني الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا من بيروت، سوسن مهنا الكاتبة الصحفية في إندبندنت العربية، شكرا لك. الأرقام القياسية التي يسجلها سعر صرف الدولار بشكل يومي تترك أثرها على أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية في لبنان. مواد ارتفعت أسعارها بنسبة 300% في حال كانت مستوردة من الخارج، و 75% في حال كانت محلية الصنع، وهو ما يشكل كارثة اجتماعية مع ازدياد نسب البطالة من جهة وعدم تقاضي المرتبات بشكل كامل من جهة أخرى. إذا أردت أن تعرف عمق الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون، فما عليك سوى أن تزور سوبر ماركت صغير مثل هذا في بيروت. هنا يتم بيع مواد استهلاكية أساسية يحتاجها المواطنون. سنجري بعض المقارنات لأسعار السلع. كهذا المنتج مثلاً كان سعره قبل الأزمة 11000 ليرة، اليوم بات سعره 32000 ليرة. هذا المنتج هنا كان سعره 9000 ليرة، اليوم سعره بات 24000 ليرة. بالنسبة لهذا المنتج أيضا تم استبداله بمنتج آخر من تركيا للتعويض عن ارتفاع الأسعار. بعض الأسعار أزيلت بالكامل عن بعض المنتوجات المستوردة من الخارج كالألباني والأجبان بسبب التغيير المستمر لسعر صرف الدولار. تغيير الأسعار طال أيضا مواد غذائية أساسية كالحبوب والباستا التي ارتفع سعرها من 1500 ليرة إلى 7000 ليرة. لا، نحن بنحط السعر على الرف
وبعرف هيدا الشيء مجهود اضافي لنا لنضلنا نحن عم نعمل ابديت لهي الاسعار عرفوف، بس مجبورين نعمل هيك. لو اضطرينا مره او مرتين بنفس النهار نغير السعر. الصنف اللي كنت اربح فيه مارجن معين انا على ارتفاعه خففت المارجن تبعي لضلني قدر انا حافظ على السعر المنطقي اللي هالزبون معود يفوت على المحل يشتري اغراضه ويقدر يضل يشتريها. بعد مرور 10 أعوام على افتتاح مقاهي الصغيره عاد رياض الى نقطه الصفر، فالمقهى الذي تحول مع الأيام إلى سوبر ماركت عاد ليتحول مرة جديدة إلى دكان لبيع القهوة فقط. إحنا مفروض كان نتطور، يعني هلأ أنا أخذ هيدا المحل الصغير كان مفروض أخذ المحل اللي حدي أكبر وكبر، حتى آيتمز نزل أكتر ومنتوجات نزل أكتر. هلأ أنا عم برجع لورا، طلعي بالمحل عندي عم تلاقي بس كرواسون لمشي الحال وكيك مع القهوة بس. ارتفاع أسعار السلع المستوردة وصل إلى نسبة 300% بحسب جمعية حماية المستهلك، والتي ترى أن احتكار عائلات السياسيين للشركات المستوردة كان سبب إضافي لارتفاع الأسعار. غنوية تيم، الحدث، بيروت. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الممثل اللبناني ميشيل أبو سليمان وهو يتناول الطعام من القمامة. بكم تسألوا ميشيل أبو سليمان عم بيأكل النسبالي؟ إيه؟ بدنا نبلش نتعود ناكل النسبالي، لأنه إذا ما نزلنا على الثورة وأخذنا بحقوقنا بعد 6-7 أشهر 8 أشهر كلنا رح ناكل النسبالي. وبعد الفيديو كان لنا لقاء قبل قليل مع الممثل اللبناني ومقدم البرامج ميشيل أبو سليمان، والذي أوضح للحدث الفحوى من هذه الرسالة. دعونا نتابع هذا المقطع. يلي عم بقوله أنا بكل براءة إنه في ناس جوعانة وناس استسلمت، ناس استسلمت لهالمنظومة الحاكمة يلي قاعدة عم تلعب فينا مثل الطابة وعم بتدخل بيناتنا مندسين يخربطوا وجه الثورة وشوهوها. أنا بالنسبة لإلي رجعت بدي أعمل دعم لهالثورة إنه ما تستسلموا انزلوا، وإذا ما نزلتوا رح نوصل لوقت ناكل من برميل الزبالة. ويلي استفزني واللي وصلني لبرميل الزبالة هو أنا وجاي عبيتي شفت مرأة على برميل الزبالة عبتفتش على أكل ولبس لبس عادي، مش إنه لبس مخزق أو قديم أو عتيق أو فقيرة، لا، امرأة عادية جداً. مشاهدينا، وصلنا إلى هذه الساعة التي خصصناها للبنان والاقتصاد اللبناني. شكرا لكم وإلى اللقاء.